أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من عفيف، وباعثها المستمع ميم ميم ميم، يسأل ويقول: هل أكل لحم الخيل حلال أم حرام؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالصحيح من قولي العلماء جواز أكل لحوم الخيل، وذلك لحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، فدل هذا على إباحة لحوم الخيل وأنها من الطيبات، والحمد لله.